radiographic image for cranium. The project is posterior anterior axial projection, 15 degrees or Caldwell method. So it's a lot. I'm going on with the patient. The request من الدكتور تصوير الكرانيوم وضعية البي اي اكسيا اللي هي تسمى ايضا الكالدو. تفضل لو سمحت طلع مفاتيح الجوال محفظة رئيسية في الفيديو وطلع اذا في معاك ثانية سلسلة ولا شيء. الحين نلبس البيشن في فاكتورز التيوب هنا الوضعيات اللي نحتاج الانجليشن 15 ديجري الاس اس دي يكون 40 ولازم نسنتر التيوب مع الكاسيت تحت التيبل. طبعا الحين البيش بوزيشن يكون برون اذا ممكن تستطيع الطلب يكون البيش بوزيشن برون الباث بوزيشن يكون النوز والفورهيد اجينست ذا تيبل لصق خشمك وجبهتك السنتر ذي يكون انجليشن وذ 15 ديجريز كودلي والسنتر بوينت يكون اكزيت ات نيشن يكون من هنا اكزيت ات نيشن هذا السنتر بوينت. الكريميشن تسوي كلوز كريميشن اوف ذا اريا ات انترست اهم شيء يكون الفيرتكس ان ذا اكس راي فيلد. طبعا بس ستراكشر شوف الوضعيه هذه تطلع لي الفرونتال بون يطلع لي الجريتر وينج الجريتر والليسر وينجز اوف سفينويد تطلع لي الفرونتال ويثمويد اساينسس طبعا يطلع لي الاوربت بس في اللور ثيرد اوف اوربت يكون البيتروس ريج مغطي عليها فاذا تبغى تطلع الاوربت كامل تسوي انجليشن الى 30 ديجري تقريبا. بعد ما يخلص المريض الفحص يطلع يفك الشيلد وياخذ اغراضه ويراجع الدكتور.